أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. كشفت أمانة بغداد عن وجود 300 منطقة عشوائية ضمن حدودها، وقالت الأمانة إن هذه المشكلة تجاوزت الحل وفاقت قدراتها ولا يمكن حلها، مضيفة أن حل مشكلة العشوائيات بيد الحكومة في بغداد ووزارتها من خلال إيجاد البدائل لهذه المواقع العشوائية، وهو ما لم يحصل حتى الآن. وأضافت الأمانة أن مبادرة توزيع قطع الأراضي فيما لو تمت يمكن أن تحل مشكلة العشوائيات، خاصة أن أغلب ساكني تلك المناطق هم من الطبقة الفقيرة. قالت محافظة الأنبار إن البطالة مشكلة عامة في العراق لكن نسبتها أكثر في الأنبار، وأرجعت المحافظة سبب تزايد نسب البطالة فيها إلى عدم إطلاق درجات وظيفية، مشيرة إلى أن آخر مرة أطلقت فيها هذه الدرجات قبل 3 سنوات ولوزارة واحدة وهي تربية بواقع 250 درجة وظيفية. وحذرت المحافظة من أن البطالة تنتج مشاكل مجتمعية ونفسية تؤثر بشكل كبير على المجتمع برمته. قالت لجنة التخطيط في مجلس محافظة ذكار أنها وجدت مخالفات قانونية ومجاملات في تحديد المشاريع بالمحافظة، وأضافت اللجنة أن الإجراءات التي تمت من خلالها المصادقة على خطة مشاريع عام 2019 للمحافظة مثيرة للجدل ومليئة بالمخالفات القانونية، وأقرت مبالغ فيها وصلت إلى 166 مليار دولار في وقت كانت موازنة المحافظة 58 مليار دينار فقط. أكد النائب عن تحالف الإصلاح بدر الزيادي أن الغرض من اللجنة المشتركة بين أربيلة وبغداد بشأن التفاوض حول نفط كردستان العراق هو تحديد ما تطلبه بغداد من مستحقات مالية سابقة وليس تحديد سقف جديد للاتفاق. وأرجع زيادي حلول التفاوض لكون الموازنة أقرت ولا يمكن تعديلها، مشيرا إلى أن النواب سوف يطالبون باستقطاع حصة أربيل في حال عدم التزامها بتسديد كامل المستحقات السابقة من الموازنة المقبلة. وأشار الزيادي أن كردستان العراق لم يلتزم بتسديد ما عليه من مستحقات سابقة وستتخذ بغداد إجراءات عقابية ضد. أكد النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي أن أزمات نفوق الأسماك وحرائق المحاصيل الزراعية هي بفعل فاعل، وأضاف الخفاجي أن هذه الأحداث أثرت بشكل كبير وملحوظ على اقتصاد العراق، مؤكدا أن ما حصل هو مؤامرة ضد العراق بعد أن كاد العراق أن يصل إلى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة. وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت احتراق أكثر من 85 ألف دونم في موجة الحرائق التي اجتاحت الحقول الزراعية في العراق. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.